انا الدكتور ذا طبيب وينصح وكل نصايحه. فجأة لمي ودخل علي في الطوارئ فقال يا دكتور فمات. وقفت معاه في الإشارة فنظرني وقال يا دكتور فمات. مشيت انا وياه في السيب فنظرني فقال يا دكتور. كلهم يموتون ولا حيا ولا واحد من المرضى كلهم يموتون. وجاء لمي وقال يا دكتور حط عينه في عينه فمات. المهم هو طبعا اظنه هو طبيب وكذا بس شاب كل اللي جوه مات. الشاهد انه نسي كل حين طلع الشطر كذا وماتوا كل مرضى حقين وماتوا فمات ما قضى كل القصص. حتى يموتون الناس مع بالإشارات وبالدورات غير الطوارئ. المهم عقب جاء فتح حساب التيك توك عمره 80 والله فتح حساب بدا يبث حاكم التكاثر يبي زود يبي ما بقلوش ما في روف ما في تيك توك ما بقلوش يبي زوده. اترك بو فلوس باللي يبث راجل وبنت ومن يقول روح قومي وانت قيم ما ادري وش ذا اوكي لا ذا ذا ما له قروش مستحيل طلع قروش وبث تحديات وحديد يا اسد ما في. المهم يا جماعه الخير وهو يبدا يبث اختبط كذا قال يا جماعه الخير السمبوسه لا احد يقول لي سمبوسه مقريه ازين شيء وما ادري وش وتضرب الحاكم التكاثر شوف اول العالم كله لانه كلام عكس. قال والله ضربت قال هات الفيمتو يا جماعة الخير الفيمتو ليش تمنعونا من اقسم بالله العظيم يا جماعة الخير مت من الضحك مت 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 مت